زفتك لما جيت تعمل معدات هنا، معدات مصنعات الطماطم، لجأت لشركات مصرية في التصنيع عشان تجيب لك المعدات. ما جبتش ليه معدات خارجية من برة؟ والله هو المصنع ده لما أنشئ جابوا المكن من إيطاليا. ده في البداية. شفنا فيه مشاكل، وبعدين خدمة ما بعد البيع مش متوفرة شوية، فكان الاتجاه مع الإدارة والكلام ده إن إحنا لو عندنا شركات في مصر بتصنع حاجات محترمة وشركات عظيمة وطنية. طبعا، واحنا فعلا الفترة اللي فاتت استثمرنا في 3 مكانات الحمد لله كلهم مصري 100%.